لو في حد من حضراتكم عايز يفتح لايف على التيك توك من غير ما يظهر فيه لا صوت ولا صورة ويكون اللايف بس اللي شغال فيه القرآن الكريم، طبعا ينفع؟ ينفع، لكن المشكلة اللي كانت بتقابل بعض من الأصدقاء وكانوا بيكتبوا لي في التعليقات ان هم جربوا الطريقة اللي انا قلت لهم عليها في فيديو سابق وشكروني عليها، بس في بعض منهم كان يقول لي انا مش عايز استخدم اي تطبيقات او برامج بتتقل معايا التليفون او التليفون بتاعي يعني مش مستحمل. المشكلة الاكبر بقى اللي كل اجمع عليها وهي والقرآن شغال ما بيقدروش يقفلوا صوت المايك، لان لو قفلوا صوت القرآن مش هيظهر. طب يبقوا عايزين يقفلوا المايك ليه؟ عشان ممكن يبقى في دوشة حواليهم، صوت اطفال او اي حاجة، وهم عايزين اللايف هو شغال ما يبقاش في اي صوت تاني يظهر مع القرآن الكريم. ان شاء الله بقى في الفيديو دوت هقول لك ازاي تقدر تعمل لايف للقرآن الكريم من غير ما تستخدم اي برامج او تطبيقات، وكمان تقفل المايك بتاعك عشان ما فيش اي صوت يظهر اثناء ما اللايف شغال او القرآن شغال. فيلا نقول بسم الله ونبتدي مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الكل بخير ان شاء الله. التيك توك عمل تحديث رائع، من خلاله اضاف ميزة نقدر ان احنا نستغلها في فتح لايف للقرآن الكريم زي ما قلت في المقدمة بدون استخدام اي برامج او تطبيقات، وكمان هنقدر نقفل المايك عشان ما فيش اي صوت يظهر واللايف بتاعنا شغال. بس انا ليا طلب في البداية، حضرتك ياريت في الفيديو ده تحديدا ما تنساش اللايك ومشاركة الفيديو ان امكن عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، لان في ناس بتبقى نفسها تفتح لايف على التيك توك للقرآن الكريم ومش عارفة ان في تحديث او الميزة اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ان هي اصبحت متاحة. ففضلا وليس امرا ياريت اللايك ومشاركة الفيديو. الميزة دي ايه هي؟ هي ميزة كاريوكي، هي اصلا معمولة للاغاني، لكن احنا زي ما قلت لك بقى هنستغلها ان احنا هنعمل بيها لايف للقرآن الكريم. فيلا كده نروح على الخطوات العملية على طول عشان الامور توضح لنا. هنروح على التطبيق ونفتحه ونضغط على علامة الزائد وهنبتدي الخطوات المعتادة في فتح اي لايف. وطبعا لو انا مش عايز اظهر من خلال المؤثرات والكلام ده وضحته في فيديو قبل كده، هحط صورة تبقى ثابتة واللايف بتاعي شغال. خلاص بعد ما زبطت اللايف بتاعي العنوان والهدف واي حاجة انا عايز اعملها، بعد كده هضغط على بدء لايف. اول حاجة هعملها هضغط على الثلاث نقط اهو، وبعدين هقوم قافل المايك. دي اول حاجة كانت بتهم الناس ان هي تبقى عايزة تقفل المايك علشان لا اي صوت خارجي ولا صوتها او دوشة حواليها تظهر والقرآن شغال. طيب تمام، فين الميزة بقى اللي من خلالها هقدر اعمل لايف للقرآن الكريم؟ حضرتك شايف الاختيار بتاع التفاعل، هنضغط عليه اللي جنب كلمة مشاركة. بتظهر معاك النافذة ديت اللي من خلالها بتلاقي فيه صندوق الكنز وحقيبة العملات والكلام ده كله، هتلاقي فيه اختيار جديد ظهر معاك وهو كاريوكي. لما هتضغط عليه هتلاقي النافذة دي ظهرت معاك. طبعا احنا اتفقنا الميزة دي معمولة اساسا للاغاني، الناس اللي عايزة تغني في اللايف او تطلع جيست، الناس يعني تبقى موسيقى شغالة والكلام يظهر قصادهم وهم يبتدوا يغنوا. احنا بقى هنستغلها للقرآن الكريم. ازاي؟ هنيجي في البحث ونكتب اي صورة مثلا احنا بندور عليه، وعلى سبيل المثال هقول صورة طه، او صورة طه، وبعدين هيبتدي يبحث. بعدها بتظهر معاك النافذة ديت وفيها بقى المقاطع الخاصة بصورة طه، بتبتدي بقى تشوف اي مقطع فيهم او شيخ معين انت بتدور عليه وتبتدي تشغله. طيب هنبتدي نشغل ازاي؟ وليكن على سبيل المثال اول مقطع معانا وهو عبد الرحمن السديس، بلاقي فيه اختيارين موجودين جنبه، اضافة والعلامة الخاصة بالمفضلة. لما انا بضغط على العلامة الخاصة بالمفضلة معناها ان المقطع ده خلاص اصبح موجود في المفضلة بتاعتي، عشان لو حبيت افتح لايف تاني وعايز الصورة دي او المقطع ده يبقى موجود ما عدش ادور عليه. طيب ده كده اول اختيار او اول علامة الخاصة بالمفضلة. طيب كلمة اضافة اول ما بضغط عليها بيبتدي يحمل المقطع معايا، خلاص قال لي تمت الاضافة كده اهو، وظهرت الايقونة دي. لو انا خرجت كده زي ما انتم شايفين هخرج خالص، العلامة دي كده معناها ان المقطع بيبقى شغال. بس في حاجة ممكن تيجي تشغل تلاقي صوت صفارة ومفيش صوت واضح للقرآن الكريم، ليه بقى؟ تعالوا نضغط تاني على العلامة دي كده عشان يتفتح معانا الميزة بتاعت كاريوكي ونبتدي نكمل باقي الشرح. وانزل لتحت كده شايف الاختيارات اللي موجودة تحت، طبعا دول معروفين، ده لو انا عايز اوقف المقطع ارجع اشغله تاني،
اشغل المقطع اللي بعديه. تعالوا بقى نضغط على اول اختيار ده اللي فيه الثلاث شرط دول عشان نشوف اهو دي قائمة الغناء مسمى زي ما احنا عارفين بقى ان دي اصلا معمولة للغناء. بتلاقي هنا المقاطع اللي انت ضفتها عشان تشغلها. وهنا طلبات الغناء دي بقى بالنسبة للناس يعني لو طالبين حاجات معينة فانت هو اطلب من المشاهدين تقديم طلبات الاغاني اللي هم عايزينها. دي برضو عشان تبقى فاهم كمان الميزة دي لو حبيت تستخدمها يعني للاغاني. لكن احنا هنا بنتكلم للقرآن الكريم. تمام نرجع تاني واضغط على اول اختيار معانا ده اهو اللي بيه بقى هتبتدي تظبط الاعدادات. هتلاقي اصوات غنائية اصلية لو مقفولة هتبتدي تفتحها. ليه؟ عشان يبتدي يظهر صوت القرآن او الشيخ اللي بيقرأ. لان احتمال تلاقيها مقفولة لان هي اصلا يعني زي ما قلنا من المفترض لو انا اخترت اغنية فانت مش عايز صوت المغني هو اللي يبقى ظاهر. انت عايز تسمع الموسيقى وتلاقي الكلمات بتتكتب قصادك على الشاشة وتبتدي انت اللي تغني بصوتك. فعشان كده بتبقى ممكن تلاقي في الاعدادات بتاعتها ان هي مقفولة. فانت تدخل وتفتحها عشان لما تشغل القرآن تلاقي الصوت موجود معاك. وباقي الاعدادات اللي بعد كده هتسيبها زي ما هي. استمع لصوتك دي هتسيبها مقفولة. مستوى صوت الغناء، مستوى صوت الالات، الحاجات دي كلها بقى لو انت هتشغل اغاني بتبتدي تلعب فيها وتظبطها ومؤثرات صوتية والكلام ده. لكن احنا اللي يهمنا ان احنا نفعل الخيار ده لو كان مقفول عشان صوت الشيخ او اللي بيقرأ القرآن يظهر معانا في اللايف. تمام تعالوا بقى كده نشوف نشغل ونسمع نشوف هل هيبقى الصوت واضح ولا لا. ادي الصوت كان واضح تماما مفيش اي مشكلة والمايك بتاعنا لسه مقفول. يعني معنى كده محدش سامع صوتي وانا بتكلم او اي دوشة حواليا، ما استخدمتش اي تطبيقات او برامج وكله من التيك توك نفسه يعني بطريقة شرعية عشان الناس برضو اللي كانت بتبقى قلقانة من الموضوع ده. ولو حبيت بقى اقفل خلاص الميزة ديت اضغط كده عليها تاني وبعدين اقوم ضاغط على الزر الخاص بانهاء. خلاص بيقول لي هل تريد التوقف عن غناء الكاريوكي؟ هقول له انهاء. خلاص يبقى الميزة كده قفلت معانا. حبيت اشغلها تاني بعد كده واللايف شغال هضغط تاني على تفاعل وبعدين اقوم ضاغط على كاريوكي وابتدي امشي في نفس الخطوات اللي احنا عملناها. بس في حاجة بقى تعالى وانا ضغطت على اول اختيار معانا اللي هو الخاص بي المفضلة اهو هنلاقي اهو المقطع الخاص بصورة طه موجود معانا على طول عشان لو حبيت اشغله. فانا اجي بقى في البحث ابتدي ادور على مجموعة من الصور المعينة وكلها اضيفها الى المفضلة عشان لما اجي افتح لايف بعد كده الاقيهم جاهزين معايا على طول. وبس كده يا رب اكون قدرت افيدكم وبالتوفيق للجميع. وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.